الجدعان حبايبي في اسماعيليه. طيب كلمات اخيره مع منتخبنا القومي، معنا اخبار المنتخب طبعا بعد ساعات. المنتخب يلتقي مع مجموعه من المنتخبات كلها هتلعب النهارده الثلاث، مدغشقر، غينيا الاستوائيه، الساعة 1:30، الساعة 2:30 جزر القمر المغرب، الساعة 2:30 ملاوي الكاميرون، الساعة 3 بوروندي مالي، الساعة 3 جنوب السودان الجابون، الساعة 3 سويسرا مصر، الساعة 3 رواندا غينيا، الساعة 3 سيشيل جنوب افريقيا، الساعة 4 جمهورية افريقيا الوسطى ساحل العاج، 4 برضه تنزانيا والكاب فيردي، الساعة 5 بنين والجزائر، 5 النيجر تونس، 6 ليسوتو واوغندا، 6:30 جامبيا وتوغو، 7 بوتسوانا بوركينا فاسو، 7 موريتانيا انغولا، 7 ناميبيا موزمبيق، 7 زيمبابوي جمهورية الكونغو، 7:30 السودان السنغال، 8 ليبيريا الكونغو، 8 ليبيا ونيجيريا. معانا اخبار المنتخب هناخدها قبل ما نقفل، بس قول لي توقعاتك للمباراة يا استاذ احمد. انا لقيت في تقارير جايه يعني غريبه شويه عن التشكيل، مش عارف ده هيحصل ولا لا. يعني اللي قدامي اللي جاني من اخر التمرين ان هو تفكير ان جنش يبقى حارس مرمى، مش مشكله ان جنش يقف، دي مش قضيه كبيره قوي ان جنش مش مش مشكله، انما واحمد المحمدي وباهر المحمدي وعلي جبر ومحمد حمدي، يعني هو مش هيرجع حجازي اللي كان عنده انذارين وانتهى، وطلع محمد حمدي وهيلعب ايمن اشرف في خط النص، اتقال هيلعب بطارق حامد وسام مرسي ومحمد النني، والثلاثه ارتكاز قدامه محمد صادق مكان محمد صلاح وعمرو ورده ومروان محسن. انا كده بتكلم ان بره محمد الشناوي، ايمن اشرف، تريزيجيه، حجازي، دي الاسماء، طبعا صلاح مش موجود. انا ما اعتقدش ان كل ده هيحصل. مشكله حصلت في التاشيره لسفر صلاح لكرواتيا عشان العلاج، لكن في النهايه لو ان شاء الله سليم مفيش حاجه ان شاء الله. انما انا بتكلم يعني ان فكره ان الناس تاخد انطباع ان في 4 5 تغييرات، لا الماتش مهم جدا ولازم تكسبه، بس سهل يا ابو حميد. ما هي دي المشكله، انت خسرت النجم بفريقك الذهبي وخرجت من بطوله افريقيا، يعني لازم تكسب ماتش زي ده ان شاء الله، ان شاء الله علشان ماتش تونس ما يبقاش متكهرب. المنتخب يختتم استعداداته بمران خفيف قبل لقاء سويتيني او سويسرلاند. طبعا انتم عارفين انها هتغير اسمها بمناسبه عيد الاستقلال رقم 50، وتدريبات قويه لحراس المرمى تحت اشراف ناغي، وابو ريدة يطالب اللاعبين بالفوز والتؤهل مبكرا، واجيري تشكيل المنتخب سيتم تغييرات كثيره وانفرد بها معانا الاستاذ احمد جلال، ورمزي سنلعب للفوز وهدفنا التاهل على حساب سواتيني، وتاكد جاهزيه النني وعمر وطارق قبل لقاء سواتيني. استاذ شادي كلمات اخيره عن المنتخب. والله يعني كلنا يعني نشكر ربنا على ان الاتحاد الافريقي غير النظام وطلع اول وثاني، خد بالك للبطوله ال 24 اللي راح في الكاميرون اذا اقيمت في الكاميرون، لانه لو ما كانش لو كان منتخب واحد كان حتى لو كنا فعلنا ما نفعله كنا في ازمه، كنا في ازمه خارقه. انت هتاخد رؤوس المجموعات بس وفريق واحد بس افضل تواني، قصه طويله جدا. فالحمد لله. الحاجه الثانيه ان المستوى اللي بيقدمه الحاجه الاخيره ان المستوى اللي بيقدمه المنتخب مع اجيري بيقول ان احنا عندنا نسمه تغيير في الاداء، فهنشوف الماتش الاهم بالنسبه لنا ماتش تونس، هو ده اللي هيقول لنا